نظم نادي فروسية الجهراء مهرجانا رياضيا على مضمار الشيخ أحمد الجابر الصباح، شارك فيه كافة أندية الفروسية، وتمكن الجواد عز التحرير العائد لإسطبل التحرير من نادي فروسية الأحمدي من تحقيق كأس الشوط الرابع والرئيس، فيما فاز في الشوط الأول الجواد بديع لإسطبل الحسيني، بينما فاز إسطبل السحان بجائزة الشوط الثاني. أما جائزة الشوط الثالث التي خصصت للجياد العربية الأصيلة ففاز بها إسطبل البريتشي. نيابة عن سيدي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لحضوره وتكرمه بتكليفنا في الحضور نيابة عن سموه لرعاية الكأس الأول الخاص في فروسية الجهراء. نادي فروسية الجهراء نظم اليوم حفل رائع مميز من عدة أشواط تنافسوا عليه عدد من الجياد، وكان في حقيقة تنافس مميز حقق حقيقة الإيجابيات اللي تطمح من وراها هذا النادي وهذا اللجنة المنظمة لتحقيقه. نتمنى إن شاء الله الفوز والنجاح للآخرين إن شاء الله. كذلك نكرر شكرنا وعظيم امتناننا لسيدي سمو ولي العهد على دعمه ورعايه لنادي فروسية الجهراء وجميع الأندية ذات الصلة وأبناء الرياضيين في شتى المجالات. تشرفنا اليوم بحضور الشيخ أحمد المنصور الأحمد الصباح حفظه الله